سرقيننا الإدارة، مسروقين، إحنا موظفين مسروقين. موظفين تلفزيون صرنا من 2021 ما في شيء، لا أخذين حقوق ولا مكتسبات ولا مساعدات ولا أي شيء. غلاء المعيشة إجا نحن ما لحقنا، الرواتبنا بعدها على مليونين وثلاثة وأربعة كأنه قبل الأزمة. كل شيء إجا أصدرت قوانين ومستحقات وبدك إياه بالدولة اللبنانية من وراء الأزمة نحن ما أخذنا منه شيء. يعدونا إلهم سنتين وعود إدارية كذابة عم يكذبوا علينا. عم نجي 14 يوم، 14 يوم بيوتنا اخر الدنيا من شمطة اولادنا ولهلا ما في شيء. طب خلص عم نجي من حسابنا نحن، التلفزيون ماشي على حساب الموظفين ومستمر على حساب الموظفين. عنا جمعة عيد ما في شيء، فايتين على جمعة عيد يا جماعة ما في شيء. لهلا انا مع الزوجة معاشي مليون و400 وترانسبور قد ما بنجي نحن يعني. جبرونا هلا ب 14 يوم على اساس نحن في زوده فمضطرين نجي، جبرونا. بدنا نعرف تلفزيون لبنان لاي متى هالتهميش بحقه.